بلحظات صمت وتذكر بدأ يوم السباق. تأمل جماعي من العدائين ليس في الألم الذي ينتظرهم في السباق المضني، وإنما في ألم ذكرى السباق الماضي. انتقل العداؤون في أسطول كبير من حافلات المدارس إلى خط البداية. 36,000 مشارك بزيادة قدرها 9,000 عن متسابقي السنة الفائتة. الفكرة ليست في تسجيل رقم قياسي، وإنما في بلوغ خط النهاية مجددا بعد أن سرق منا العام الماضي بسبب الحادث المأساوي. أحاطت بوسطن الماراثون هذه المرة بنطاق حديدي، حتى المشاركون جرى تفتيشهم. يكون الماراثون عادة تحديا فرديا، لكنه هذه المرة بات عملا جماعيا. السباق هذا محوره الذكرى وكذلك التحدي والإرادة، وكأنما المدينة بكاملها تخطت خط النهاية. يغمرني الانفعال، لقد هدني السباق لكننا فزنا، المدينة كلها فازت. وهكذا انتهى بصيحات الفرح والنصر سباق ابتدأ بدقائق الصمت والحداد. نجحت بوسطن في تجاوز أحزانها.